بعيد كيما ولفتوني ولفتكم باللي مالفت كل يوم على نهار الخميس ندير لكم لايف جديد نحكو فيه على اكسبيريونس، وكل خطره تكون اكسبيريونس وعلى على اختها راكم شايفين. بون قبل ما نبدا هاد اللايف، بون بداو يدخلوا الناس هاد اللايف، انا راح ندير لكم ديديكاس لاختي وفاء وخويا حمزه. ان شاء الله يا ربي يكمل ما بيناتكم ويا ربي يطولها طوال العمر ان شاء الله. يا ربي يخليكم لبعضكم تتحبوا تتكبروا كيف كيف وتجيبوا دراري كيف كيف ونفرح لكم بزاف. ربي يحفظكم ان شاء الله. بولي كيب نعاودوا للسوجي تاعنا. لي كيب صبروا ولا نستناو حتى يطلع اللايف كيما داري على باليش. بولي كيب كيما على بالكم بلي انا كل خميس ندير لكم لايف نحكيو فيه على ليكسبيريونس اللي نتوما تحكوهم لي في بريفي. جو انا دائما تحكوا لي بزاف، تحكوا لي بزاف صوالح نتوما، تحكوا لي بزاف صوالح في البريفي. صبروا شنو نحاول الكومنت باسكو كل واحد شاو يكتب. تحكوا لي بزاف صوالح في البريفي وانا جيت نحكي لكم على واحد ليكسبيريونس تاع واحد طفله مع لي كريتيان. جو كتبت هذا العنوان كتبته هكا برك باش برك يعطيكم باسكو هذا العنوان شويه بيزار. انا هذا العنوان كتبته باسكو هي واش كانت تقول لي كانوا يقولوا لها سما انا كملت فيها. جو كملت في هذا العنوان. اوكي ليكيب مازال يطلع اللايف بصح نبداو الحكايه باسكو اليوم راني جوي امبريسي على باش برك نكمل الحكايه بكري ونحطها سوغ يوتيوب ونحن نرقد غدوه ان شاء الله نقرا. بوليكيب هذه طفله نورمال عايشه مع عائله كانوا يسكنوا في حيدره. اوكي انا نحن نحكي على حسابيه واش حكات لي على حساب لي ديتاي اللي حكاتهم لي. قالت لي حنا جون نسكنوا في حيدره عايشين نورمال عايشين لاباس بينا مليح عايشين غايه عايشين ما يخصنا ما نديمونديو مناج وعايشين بيان. انا قريت قالت لي كيما كاع البنات قالت لي بصح ديكم فهمك قالت لي جوغلي كولي كنا نقراو فيه كنا نقراو تربيه اسلاميه. اوكي قالت لي كنا نقراو تربيه اسلاميه بصح قالت لي جوغ زعما جامي هكا قالوا لنا كيف تصليو ولا قالوا لنا جامي قالوا لنا هكا عفسه جوغ جامي قالوا لنا زعما كيف تصلي جوا ولا جامي شفت انسان يصلي قدامي. قالت لي احنا كيفاش كنا نصليو في الدار كان عندنا كما يقولوا كان عندنا واحد الكادر هذاك الكادر فيه تصويره كنا جوغل كانوا جوغل كنت نشوف يما وبابا يروحوا يوقفوا قدامه ويدعيو جوا. انا قلت لها صبري قلت لها جوغل احكي لي من الاول. قالت لي نورمال احنا عايشين في الجزائر نورمال جوغل عندنا لا فامي عندنا لي زامي نورمال حياتنا عاديه. قالت لي انايا دونك طفله صغيره ما عرفتش نقعد ندير شي كيفاش يصليو باينه. قالت لي كي وصلت جوية 7 سنين 8 سنين بداو يجو بداو التراويح تعرفوا البنات صغار تراويح يحبوا كاع يروحوا يصليو كاع كيف كيف ويجو يعيدوا لها صحاباتها نروحوا نصليو وايا نروحوا نصليو وايا نروحوا نصليو. صبروا انتو نرجع لكم لي كومونتات هاي تشو نروحوا نصليو جو كاع هاكا هاي تشو نروحوا نصليو. هي كان جو كان والديها ما يخلوهاش تروح تصلي معاهم كان توجور كل ما تقول لها كل ما تقول لهم اي نروح صحاباتي ما يعيطوا لي برمضان ايتو كانت ما كانوا جو ما يخليوهاش جو البنات كاع يروحوا يصليو غير هي بدات ما يخليوهاش والديها تروح تصلي معاها يقولها لا لا كل خطره يديروا لها سبه كيما انا قالت لي جو سبايبات خطره مع باليش خطره قالت لي جو يعطوا لها سبايب فريمون ماشي شابين كيفاش ماشي شابين يعطوا لها سبايب كيما زعما نقولوا تمات العباد حاشاكم فايحين تمات العباد ما يدوشوش. وهي قالت لي جو انا عايشه في كارتي شيك واسمها جو كنت كيما يقولوا معيافه راكم شايفين جو هذيك سي تري جونتي جو سي بولي كيب. هاد اللايف راح نحطو في يوتيوب سما ما نسحقش واحد يقول لي عاود راكم شايفين. ابري هي كي جايه هذاك جايه طفله سونسيبل قالت لي انايا كابره سونسيبل قالت لي جو كابره تاعك تعرف ولا حيدره قالت لي جو كابره هكا عفسه صبروا شنو نحل لكم الكومنتار باسكو انا ما نقراش كي نبدا نقرا ونبدا نهضر. اوكي جو هي كي عايشه هكا جو كانت تتاثر بالهضره اللي كانوا يهضروا لها والديها زعما كانت جو تتاثر بزاف كيقولوا لها هكا كيقول لها زعما متروحيش للجامع وشوفي واش كاين داخل ونسى يريحوا جو يلصقوا رجليهم جو دخلوها في كومبلكس من الجامع ولا ما تصليش. اوكي
العلم هالطفله في عمرها 25 سنه دوكا 25 سنه زمان نجيب لكم الحكايه تاع الكبار ماشي نجيب لكم تاع طفله في عمرها 16 سنه ولا 15 سنه مازالها تعيش في مراهقه يحكي لك دائما 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 كي تبعثوا لي نتوما لي ميساج في انستغرام تبداو تبعثوا لي ميساج نقرا لي ميساج نتفاعل معاكم بصح دائما ندير لي ميساج هذاك الغن ديالك الحكايه اللي تاثر على الناس بالبوزيتيف بيان سور وندير الحكايه تاع وحده خلاص زي ادولت ما نديش الحكايه تاع وحده 16 سنه ونجي نحكيها لكم ابري هذه الطفله قالت لك وليت ما نحبش الجامع خلاص من الاخر قالت لي زدت انا كبرت شويه جو طلعت لي الشيام كي طلعت لي الشيام تبدلت حياتها بزاف جو ولات تعيش المراهقه ولات تعيش وجامي ولات ما تصليش جامي كيما قالت لك قلت لها بعد جامي جو قعدتي فيه هكا قعدتي كما حنا نقراو تربيه اسلاميه قالت لي جو قلت لها جامي هكا حوسي تفهمي قالت لي جامي جو ما كنت نحوس على هذا الاسلام ما كنت نحوس على المسيحيه ما كنت نفهم كنت دايره كاع في بالي جو ما كانش دايره في بالها الصوالح على بالها باللي كاين دين وجو الناس يصلي وهي ما تصليش كيما كاع لا بلو بار تاع الناس على بالهم باللي بصح هي ما على بالها جو باللي والديها كيفاش ولا حتى دوكا كي كبرت قالت لي جوزت نورمال اكسبيريونس نورمال جو المراهقه قالت لي بصح دوك نفهمو قالت لي جو كان كاين في الدار تفتح كيفاش تفتح قالت لي كان كاين تفتح زعما نقدر نجيب صاحبي عيبات عندي في الدار هذاك لو بوين تخيلوا هذاك لو بوين جو كانوا يخلوني نعيش صوالح ما بالي جو ماشي جمونفو جو ما كانوش مخلينها جمونفو بصح كانوا جو ديري واش تحبي احنا مقابلين كلش والديها هادوما جو قالت لي عندي جوج خاوتي كبار عليا جو ديري واش تحبي و نورمال ومهم مهم على بالنا واش كديري كيما نقولوا ديري راني نشوف كيفاش نفهمك دي راني نشوف في اللايف جو كيفاش نقول لك جو ديري واش تحبي نطلقي تحبي تجيبي صاحبك للضاريبات معك مهم رانا عايشين وعلى بالنا كيفاش قالت لي انا تال موجه مخليني في هذيك العلاج وانا وليت مكومبليكسيا قالت لي من بعد عرفت واحد ومن بعد جو جال الدار قالت لي بس صاروا صوالح كيما حنا نقولوا بالدرجه فقدت العذريه تاعها ابري جو كيما يقولوا تال مو كانوا متفتحين حتى وين قالت لوالديها قالت لهم جو انا فقدتها قالت لي جو فريمون جاتهم نورمال وقال لك نورمال وهذه هي فساد غادي هي فساد نورمال هذيك لو بون قلت لها اوكي قلت لها بصح انا نعرف حاجه قلت لها كومون قلت لها انا مانيش هذيك الامي قلت لها ليش هذوك الامي قلت لها كومون ما من المسيحيين جو عندهم هذه العفسه شويه معقدين فيها جو لازم كومون وهذه هي فساد جو عندها رائع صوالح قالت لي لا قالت لي بصح حنا جو ما كناش متشددين انا شوي جوكي نكذب عليكم باسكو كومون شوي جوكي قالت لي كي وصلت لا دو سيزون كي جبت البيان قالت لي وليت نفهم واش معناتها مسيحيه وليت نفهم واش معناتها اسلام قالت لي قلت لها جو انا ما يهمنيش فاهمين ولا ما تفهمش قلت لها جو بوينت فيو تاع والديك كيفاش كانت بوينت فيو تاعها واش كانوا يقولوا لها كانوا يقولوا لها جو كيفاش زعما يوصلوا لها ليدي كانوا يقولوا لها بلي هاد الناس كاع عيتيك كما نقولوا زعما الاسلام جزء من المسيحيه كيما حنا في الاسلام واش عندنا شيوعيين عندنا كيما المذاهب عندنا المذهب الملكي المذهب شوف صاديفهم بصح هي واش كانت تقولها جو هذا الاسلام جزء من المسيحيه جو كيما نقولوا زعما كيما نقولوا جزء منه راكم شايفين قالت لي كومام كنت نعرف القران قالت لي بصح جامي كيما كان كتاب مصحف قالت لي جاي ما جو جامي حلفت بربي اذا حلفت هذاك الحليف تاع الحليف تقول اوراسي يما ما تقولش والله كاع تقول زعما جاهم كانوا يهضروا بزاف في الفرنسي تقول عفايس هكا تاع كيما هما يهضروا قال لي من بعد رجعت دانكو روماركيت بلي كل يوم في نوفمبر نشفى والله ما نسيت لا دات بصح قالت لي نوفمبر راني شافي على نوفمبر قالت لي جو كنا نعرضوا لي فامي بصح ماشي كاع لا فامي كنا نعرفوا لي نعرضوا لي زامي تاع بابا ولا تاع ماما جو صديفهم قالت لي نديروا وليمه كبيره قالت لي جو نديروا وليمه كبيره في هذيك لا جورني في نوفمبر انا زتني شوكيت كثر شو قلت اكزيستي وهاد الناس انا في بلاد مسلم انا جيني بيزانت لا غير انسان مسيحي جيني بيبينا جيني فريمون بزاف بيزار بيت
كيفاش ما بايش كيفاش نفهمكم يعني. والله غادي ديك واعره اسك اوكي كتبوا لي في لي كومونتير اش ديكم نورمال جو ديكوفريو بلي كاين كيما نقولوا كاين اصبروا كاين ناس يضحكوا. نبدا نخرج حبايبي اضحك روح اضحك بعيد حبايبي جايين هنا باش نضحك معاك خاطر عندنا لكم لي زيكسبيريون جايين نضحكوا. المسيحي 1 نوفمبر والله ما على بالي لا دات انا ما بايش الا قالت لي 1 نوفمبر دقات لي شغل دوز هكا مهم فيها الواحد انا يا بول مون جيني بيزار نتلاقى مع عائله مسيحيه في بوج اي تيكزيستي عائله مسيحيه في الجزائر جيني بيزار اوكي ابري قالت لي جو انا كنت نورمال كنت كيجو جاو ما عندهم بنات جو نريحوها كنقصرو. قالت لي كانت واحدة ما بيناتنا كبيرة في عمرها 18 وفايتتهم بعامين هذاك العام تاع السيزون هي اللي فاقت فيه كل جو عام تاع 16 سنة هي اللي فاقت. انا ملحد الله يهديك يا اخو الله يهديك جيني والله غير ديك واعرة اسك اوكي كتبوا لي في لي كومونتير اش ديكم نورمال جو ديكوفريو بلي كاين كيما نقولوا كاين اصبروا كاين ناس يضحكوا نبدا نخرج حبايبي اضحك روح اضحك بعيد حبايبي جايين هنا باش نضحك معاك خاطر عندنا لكم لي زيكسبيريون جايين نضحكوا. المسيحي 1 نوفمبر والله ما على بالي لا دات انا ما بايش الا قالت لي 1 نوفمبر دقات لي شغل دوز هكا مهم فيها الواحد انا يا بول مون جيني بيزار نتلاقى مع عائله مسيحيه في بوجو اي تيكزيستي عائله مسيحيه في الجزائر جيني بيزار اوكي ابري قالت لي جو انا كنت نورمال كنت كيجو جاو ما عندهم بنات جو نريحوها كنقصرو. قالت لي كانت واحدة ما بيناتنا كبيرة في عمرها 18 وفايتتهم بعامين هذاك العام تاع السيزون هي اللي فاقت فيه كل جو عام تاع 16 سنة هي اللي فاقت. انا ملحد الله يهديك يا اخو الله يهديك يا ربي نحي لي كومونتات شو دوكا كل واحد شو بيهضر لي اصبر تشو نعاود نرجعهم دقيقة نحي هذا اللي ويضحك اوكي انت ديجاج اوكي فازي نعاودو نحيو لي كومونتير كمل فرار حنكمل تانكيت با حنكمل. قالت لي انا لاج دو سازون جو هي في التقفل ساز في نوفمبر دارت هادي. قالت لي جو بديت نديكوفري تشوف قالت لي بديت نقول ديكوفري واش معناتها واش هم يهضروا هما جو واش يهضروا قايتك. قلت لها كيفاش بديتي ديكوفري؟ قالت لي جو بداو احنا هكا احنا ما بيناتنا البنات صبروني نشفى باسكو مدت لي بزاف لي زيدي مانيش عارف كيفاش حنستفهم قاعدتك جو قعدت تهضر لي منا وبعد هضرت لي على الكتابات اللي يقراوهم جو هضرت لي بزاف لي زيدي وكيفاش هي قدرت تخرج من هاد الكوتي وهي ضحيه وهي غلطت وجو صار لها بروبليم بزاف صوالح حيت ما خلوني نديكم بالعقل باش ما نتوما تفهموا ما نفهمش راني نهضر باش ما نغلطش ثاني. قالت لي لاج دو 18 قالت لي كي كنا مريحين هكا مع طفله في عمرها هذيك طفله نورمالمون 18 الا ما كتبنيش ربي. قالت لي جو هذيك طفله تفهم كانت فاهمه وشوي صراهم هي كانت منهم كانت مسيحيه. قالت لي جو كنا مريحين وقالت لي يهضروا بزاف في الفرنسي. قالت لي جو قالت لهم جو على بالكم بلي حنا كريتيان ايتو ولا فوا على بالكم علاش حنا نتلاقاو كاع هكا ايتو كانوا دايرين هبلوا يتلاقاو باش يتلاقاو. قالت لي جو ما كنتش كنت تال موجمون فو كان تال موجمون خليني في جمون فو. قالت لي جا كنت بزاف متوحده شويه بزاف متوحده. قالت لي كنت بزاف اوفر وكنت بزاف متوحده جو كي نقعد وحدي هذيك الجور تاع اللي تريها وحدها وهذا كي تخرج برا جو تخرج تلبس وجهات و جو ما عندها جمون فو في الناس باسكو والديها بيان سور شويه متفتح بزاف متفتح. اوكي ما عليناش ابري جو كي حكيت لها مزبه هاد الطفله تاع انفلونسات باسكو دائما لو كنت انسان مخلينك والدينك على زي حبيبي مالك انا اللي كان يخلوني والديني على زي نتبعهم بينه. قالت لي والديا رغم خليني الز لواحد لو بوا رغم خلينها الز واش قالت لها؟ قالت لها جو هما عايشين هكا جو تخيلي جو تخيلي كان لما كنت اسلام وجو ما ديري حجاب دخلت لها اعتقادات خاولت تخاف الطفله لو كان زعما تولي زعما تجي عكسهم شو ما يديروا لهاش واش كانت تحب سما خلاوها تدخل في واحد الاعتقاد بيزار تحديك زعما اوكي لو كان زعما تيا تولي
مسلمه ولا زعما مجيري ما بيش هكا صوالح شوف تهضلي قالت لي خلعتني لواحد لو بوان تاع انا وليت خلاص وليت نحب نفهم هاد المسيحيه وليت نقرا كتابات كانت قرا كتاب تاع التوراة قالت لي كاين فيه بزاف لي زيدي جو بيزار قرات بزاف كتابات فهمت بزاف عقائد جو كيما عقيدتهم عقيده التثليث تاع روح القدس والاب بونك كاين ناس فريمون ما راحش يفهموا واش راح نقول وكاين ناس حيفهموا بصح حنا هضرنا على اللي ما يفهموا جو غاد مع عقائد تاع المسيحيين بدات تحكي لي هكا جو حسيت بلي فايس بيزار قلت عباكم كيفاش حسوا جو بيزار سورتو كي تحكوا مع انسان عنده اكسبيريونس ماشي كيما كي تحكوا معايا انا اللي نحكي لكم بصح كي تحكوا مع انسان عنده اكسبيريونس على باله واش يهضر جو غاد العفسه عاشهم افريقا سلي قالت لي جو قعدت كيما نقولوا قالت لي قعدت 3 سنين اصبر ساز 19 18 قعدت 4 سنين مسيحيه شوفوا مليح 4 سنين مسيحيه قالت لي شفت بلي كاين واحد البلاصه هنا في الجي جو كي يتولدوا الدراري المسيحيين هنا في الجيريا كي يتولدوا الدراري المسيحيين جو يدوهم لهذيك البلاصه باش كيما نقولوا يديروا لهم التعميد ولا هكا عفسه جو هكا عفسه جو باش يولوا هما ثاني مسيحيين جو كيما هما وهذيك البلاصه هذيك كيما والله عبالك نسيت البلاصه اللي قالت لي عليها قالت لي هذيك كيما نقولوا فيلا كبيره وجو يتلاقاو فيها بزاف المسيحيين راكم شايفين تلاقاو فيها بزاف المسيحيين وزعما كي تولد زعما كي مسيحيه تولد ولا زعما مسيحيه تجيب ولد ولا يديه لتماك باش زعما يتلاقاو كاع ايتيك باش زعما يولي هذاك الولد كيما المسيحيين كاع اوكي ابري قالت لي هي دوك مزيه مصحيه ما فهمتش اوكي ليكي ابري واش لا ماشي كنيسه لو كان كنيسه جو باينه كنيسه هذه فيلا جو دايرينها هكا باش يتلاقاو كاع كيف قالت لي انا شديت الالبوم قالت لي باسكو خلاص وليت منهم ولا يديروا فيا كونفيونس وليت نفهم وليت ندير هذيك الاخرى تاعهم وليت نحلف كيما هما وليت مام جو تالمو كان عند هذاك الكوراج ولا ثاني تقول للناس اللي كانت تعرفهم بلي هي مسيحيه ولا اللي جان كيما اللي جان كاع على الجزائريه ولا يختتموا الفرصه بلي هي مفاتيحه هي تقدر دير وتقدر دير تقدر دير شغل بزاف صوالح ولا دخلت في دومين ماشي كاع تاعها قالت لي جو صح كنت نعرف كنت نخرج كنت ندير بصح شغل ما كنتش لهذاك لو بوين كيما وليت انايا مازال مسيحيه دوك لا مازال لا ماشي كيف قالت لي كي وصلت 20 طون قالت لي عرفت واحد الانسان هاد الانسان كيما حنا نقولوا زعما نقولوا جان قالت لي جان قشي تال معجبني وين هذاك لو بوين تاع قالت لي عجبني بزاف قالت لي حبيتو هذاك الانسان قالت لي حبيتو بصح البروبليم قالت لي هو بولحيه كيفاش حنا نقولوا بولحيه انسان مدين يصلي قالت لي انا كي شفتو بلا عبايه كانت تمشي هي كيما قالت شوفوا هاد البارتي حكاتو تال ممكن تحبوا حكاتولي جو بلي ديتاي قالت لي جو كنت نمشي في حضره ومن بعد جو جات عليا عباكم اتيراني تحكي لي بواحد لي ديتاي جو بكل حب جوا قالت تحكي لي انا يعني نسمع قلت لها جو قلت لها كيفاش قالت لي انا تالمو كانت عندها هذيك الجراه قلت لها جو رحت هضرت معاه رحت ليه انسان ما برونشاليش ما حلبنيش من الاخر قالت لي انا شكي ما حلبنيش قالت لي انا التمات لي زدت هبلت عليه قلت لها اوكي كملت لي الحكايه قالت لي والله قالت لي جو ما قلت بلي هذا عجبني من الاخر واش راح دارت راح تبعته قالت تبع فيه لهذاك لو بوينت عجبها كانت مع زوج صحاباتها راح تبع فيه تبعته قالت لي روح تبع قالت لي تبعته وحدنا جو كنت وحدي استغفر الله يا ربي قالت لي كنت وحدي ورحت تبعته اي تبع فيه دخل الجامع حبيبنا راح يصلي عاود خرج عاود سابها واقفه مقابله الجامع لابسه لباس ماشي كاع شباب قالها يا اختي روحي دقيقه نحكي معاه قالها بس حقي قالت له جو خرجت هذا طاي من الاخر عجبني ولا مزعجه واليوم من لها الانستغرام تاعو
استغفر الله يا ربي، مد لها الفيسبوك تاعه باسكو هذاك الوقت ما كانش انستغرام، مد لها الفيسبوك تاعه باسكو خلاص ولفت انستغرام، مد لها الفيسبوك تاعه. اصبر شلون نخرجو تاني كهديه، شو بناتي يطيحوا الله يهدي ما خلق بو هادي. اصبر فهمتوا لي كيف. ابري شو تلفوا هالي ننحي لي كومنتار على راحي. اصبر هذاك تاك اكتب اكتب جمله اخرى ما فهمت والديها قور ولا مسيحيين مسيحيين صح ما باليش اذا ما حوشني فعلا هذا الكوتي على بالي برك بلي هما كريتيان. قالت لي كي عرفتو قالت لي وليد نقصر معاه بزاف جو تالمو تالمو. قالت لي برومي جور قصرنا بزاف 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 عرفني انا كيفاش داير عرفني عرفني. قالت لي مام تالمو تالمو جو كنت مانتيريسيا به جو تالمو عجبني. قالت لي كاين عفايس قال لي بلي انا ما نعجب ما يعجبونيش في الطفله. قالت لي انا تو دان كون حيدهم من راسي جو كعفايس مهم مهم عجبها لا داك لو بوين. قالت لي جو خلاص قلتها راني صبت اللي نحبو. ابري قالت له جو حبيت برك نقول لك حاجه بلي انا ماشي كيما انت 100%. قالها كيفاش؟ قالت له انا كريتيا واسمها جو سيد شوكا شوكا لواحد لو بوين تاماش عقلك. حسبت له كيما حنا نقولوا حسبت له ادوليسونس مراهقه راهي تتخايل كيما دوكا اللي ما يتخايلوا شغل مراهقة في عمرها 18 سنة راهي تقول انا كريتيان باش برك شغل باش برك كيما حنا نقولوا زعما دوك نتا راك في الليسي كاع مسلمين بدا زعما يخرج كاش واحد يقول لك انا ملحد شغل يدير هذيك الانتيريس. وحسبت له هي يدير هكاك بدا تدانكو جو بدا تفهم فيه. قالت له جو باه جو تال معجبني. قالت لي كاين عفايس قال لي بلي انا ما يعجبونيش في الطفله. قالت لي انا جو تدانكو نحيدهم من راسي جو كعفايس مهم مهم عجبها لا داك لو بوين. قالت لي خلاص قلتها راني صبت اللي نحبو. ابري قالت له جو حبيت برك نقول لك حاجه بلي انا ماشي كيما انت 100%. قالها كيفاش؟ قالت له انا كريتيا واسمها جو سيد شوكا شوكا لواحد لو بوين تاماش عقلك. حسبت له كيما حنا نقولوا حسبت له ادوليسونس مراهقه راهي تتخايل كيما دوكا اللي ما يتخايلوا شغل مراهقه في عمرها 18 سنه راهي تقول انا كريتيان باش برك شغل باش برك كيما حنا نقولوا زعما دوك نتا راك في الليسي كاع مسلمين بدا زعما يخرج كاش واحد يقول لك انا ملحد شغل يدير هذيك الانتيريس. وحسبت له هي يدير هكاك بدا تدانكو جو بدا تفهم فيه. قالت له هو راسك غير ماني منيتي راني منيتي زاد شوكا السيد كيفاش هادي منها سيريو راهي تهضر هكا. بدا تصور له في دارهم جو بدا تصور له تصاور اللي راحوا يديروا فيهم هذيك العفسه. صورت له هذاك اسمو بدات تحكي له على كيفاش هي دايره في بلاد الدين كيفاش فاهمه كيفاش فاهمه السؤال شوف فهمتهم كاع بيزار. حكات له على قصه ادم كما قالت لي كما كانوا يقولوا لها والديها جو كي بداو يحكيوا على هي وياها على الدين كيفاش دايرين في بالهم زعما باللي ادم كي كلام التفاحه ادم عليه السلام ربي كي كلام التفاحه جو كلي زعما ربي ابو نهضرها كي زعما ربي زعف عليه راكم شايفين كي زعما زعف عليه وزعف على كاع ولادو زعف على كاع امه محمد كي زعف عليه كاع عيتك. بداو يمروا السنين بعد زعما جا عيسى بون انا ماشي نمد لكم لي ديتا بصح انا نمد لكم واش فهمت على حسب تخمامهم. زعما جا عيسى وزعما عيسى ضحى بروحو ياك على جال المسلمين زعما عيسى تالمو ضحى بروحو زعما مسمينه هو ابن الله جوا زعما هو اللي حام علينا باش حنايا ما ندوش العقاب اللي هاكا عفسه الله خير. قالت لي طفله قالت لي تال مودا في اليوم زيت به. قالت لي بجو بدا يحكي على الاسلام بدا. قالت لي نكذب عليك. قالت لي اقنعني باسكو والديا كانوا يهضروا باش يهضروا جو كانوا يهضروا يتقوا شي يحكيوا لي جو غامي امي قصروا هاكا انا نقصروا يبداو يحكيوا ولا زعما يديروا شريط هاكا تاعهم لا سي با وانا مريحين نشوفوا. ابري قلت لها جو كيفاش؟ قالت لي وليت نتلاقى به بزاف. قالت لي وليت جو كنت كي نخرج وحدي ولا كي نخرج مع وليد جو نلبس لبسه بعدا كي نتلاقى به هو اكزاكت نلبس لبسه كاع وخت اخرى جو كاع وخت اخرى. قالت لي جو نولي انسان وخت اخرى. قالت لي بديت نتبدل كما نقولوا بالعقل كي بدات تبدل بالعقل والديها بداو يروماركيو بلي الطفله ماشي كيما كانت كانت دير سناسل بزاف كانت تخربط ولا الطفله جو بعيده على سناسل بيتها ما ولاتش كيما كانت جو ولات ولا الطفله
ولا الطفله ماشي كاكا كيما كانت، جوغ تان في اليوم سات بعفايس وحد اخرين ماشي كيما هما علموها ولا ماشي كيما هما رباوها. اوكي قالت لك انايا اختار كنت نحكي معاه، جات يما مريحه انا كنت نحكي معاه مقصر، قالت لي نحات لي تليفون سون فير اتونسيون، صراو لي بروبلام، بداو يصراو لي بروبلام، كي بداو يصراو لي بروبلام جوغ بداو يفهموا علاش هاد الطفله راهي بيزار، باينه بلي عرفت واحد جوغ مدين كتر من لازم هذاك لو بون، حتى وين هي حباتو انفلونساها بالدين شوفا باش تعرفوا بلي حاجه ما مستحيله. صح بالك انا انسان ما عنديش بزاف، ما عنديش كيما نقولوا بزاف ثقافه دينيه، وهاد العفسه كي حكات لي الحكايه هاد العفسه اللي ما حش نزيد نغلط فيها وحنولي نفهم الدين اكثر، جو انفلونس نقدر انا نانفلونس انسان ولا نانفلونس انسان باش بلا ما تقدروش تعرفوا هذه الدنيا كاين بارت وكاين كاع لي كاتيجوري تاع الناس في الجزائر شوفا شوفا ما نقعدوش نشوفوا ما بيش كيفاش نفهمكم. مهم قالت لي جو قصوها لي عطاكم تهضر بهاد لا كونفيونس على بالها واش تهضر. قالت لي جو قالوها لي من الاخر يا تريحي في الدار وما تحكيش مع هاد الانسان، ما نحاولها تليفون ما والو نرجعوا لها تليفون، يا تريحي في الدار وما تحكيش مع هاد الانسان، يا نحولك تيلي يا تخرجي من الدار وتروحي عند هذاك الانسان، اذا كي حابه تولي كيما هاد الانسان روحي عنده من الاخر. تخيلوا دوك طفله داخله في الفانتيانو في عش شبابها وهي هي زلة على حسب والله ما شفتها ودايرة كونت بريفي على حسب فوتو بروفيل زلة. تخيلوا طفلة 21 وتقول هكا، يقول هكا والديها وهي مريحة هكا شادة تليفون، وبعد يقولها والديها إذا كي حابة تولي كيما هو وهي خلاص هي مقتنعة وهي ولات وهي بزاف صوالح، قالت لي خلاص قالت لي جو مانيش حاب، قالت لي جو حسيت بلي غلطت بزاف وحسيت بلي ربي يغفر لي وحسيت بلي صوالح، تعلمت نصلي ما نقدرش نصلي في الدار باينة، صح تعلمت وليت نلقى حلول باش نصلي لو صح ما نصلي، قالت لي كان دوني بزاف واعره باش نصلي كل يوم ولا بصح مع الوقت قالت لي بديت نوالف بديت تقنع، قالت لي جو تقنعت اكثر من الانسان هذيك اللي انا دوك راني نشوفهم جو كابرين بالاسلام وماشي مقتنعين، قالت لي انايا تقنعت بصح تقنعت في الصح. قالها والديها هكاك جو بلا تحكي له، قال لها اسمع قال نجي نخطبك جو من الاخر هذا فريمون راجل من الله هذا راجل خاوتي هذا الانسان راجل، قالها نجي نخطبك، قالت لهم يجي يخطبني. تخيلوا دوك نتوما والدين يقول لكم نجي نخطبكم، قالها ما يجي ما نجي ما وسمها، قالها يجي قالها ما يدخلش انسان جو مسلم لهذا الدار، ما يدخلش انسان مسلم لهذا الدار جو مسلم قبل باش يدي انسان مسيحيه وجو راضي عليها باش هي تولي الاسلام وسمها بصح هما ما قبلوش جو هذاك لو بوين. قالت لي قلت لهم جو من الاخر راكم حابين نخرج من الدار، بصح انا مانيش حابه نخرج من الدار من لا فاصون اللي نتوما هضرتوا لي بها، جو هي مانيش حابه الفساد روحها مانيش حابه الدار روحها، حابه تدخل تروح لدار راجلها كما نقولوا معززه مكرمه تو. قالت لي يوم فاش كنت نقرا في لافا كانوا بزاف فايز وكانوا بزاف فايز اثروا فيها، قالها تحبي تروحي تعيشي معها روحي عيشي جمهور فوق راحي تزوجي روحي تزوجي وحدك حنا ما كما دخلنا، بصح كيف بلاد زيري جو لازم الابوه لازم ما باليش بزاف صوالح، قالت لي انا كنت حابه نزوج من غير رضاهم كما هو كان يقول لي هو تال مو كان انسان جو مانفلونسي بالاسلام كان يقول لها انا ما كنتش فاش نزوج بك بلا ما يرضاو عليا والديك، هي من الاخر هي قالت له رضاو عليا بصح ماهمش حابين جو تدخل كاع على الدار واش راح دارت راح والله قرعبكم جو عبك ما انا كي نسمع هاد الحكايات ونشوف حياتي ولا نشوف حياتي تاع لي زامي تاوعي ونسمع هاد الحكايات جو نقول اكزيستي وصح والله لي كيف انا جو نقعد نشوف هكا نسمع الحكايات نسمع الناس كيفاش يعيشوا ونسمع لي زيكسبيريونس و تويا دوك كبيره في عمرها 25 سنه جو كي نقعد هكا نشوف ونسمع ونقول يا خا كيفاش ونشوف حياتي وحياتي ومامام شغل نتشوك هاي نكتب عليكم والله نقول يا خا الناس كيفاش هم عايشين راكم شايفين جو الناس بشهم يجوزوا في حياتهم جو كاين هاد العبس هاد الحكايات اكزيستي راكم شايفين. قالت لي كيما كان الحال قالت لي خرج من الدار في عمرها 21 سنه، قالت لي صدقني يا قالت لي العفسه اللي زدت حبيته فيها، قالت لي رحت لدارهم ويما جو كانت سامعه بالحكايه، قالت لي رحت لدارهم قعدت تقدر تقول شهر ونص في داره هو في داره، قالت لي جامي دنا ليا اباكم فريمون الانسان راجل يا اباك شوف راح نحطها في اليوتيوب كباب دوكا هي تبعث له لا فيديو باسكو ولا هو يكون معاها باسكو خلاص في غولاسيون. قالت لي جو تخايل شهر ونص نرقد مع يماه، قالت لي كنت نبات مع يماه، قالت لي وفي الليل نهضر معاه في نسمها وما يجيش يهضر معايا فاصا جو هذاك لو بوان تاع
احبها احلى لكم شايفين. بصح هي دارت غلطه كما قالتلوش باللي هي فاقده العذريه تاعها. بصح هو تفهم جو هي جا وقت تاعي عقدو، قالها خلاص دخلتي لدارنا. يما قالت له لازم العرس، داروا عرس نورمال. بصح قبل ما داروا عرس زادوا كما يقولوا تاكدوا باللي هاد اليم مسلمه. واش راحوا داروا؟ راحوا الامام تاع الجامعه تاع الحومه تاعهم، هي هو يسكن في القبه الامام تاع والله غير ننسى حبك، هي تضرب لي ديطاي وانا ننسى لي ديطاي. راحوا الامام تاع الجامعه كما يقولوا، هي لبست جلباب دخلها في وسطهم قاعدتك، وفي وسط كاع الناس قالت مريحه هي قدام راجلها ودخلت للاسلام وقاعدتك. قالت لي جو حسيت بواحد شعور، قالت لي جو بيزار، حسيت بلي هاد الناس لان انا انتمي اليهم، جو هاد الناس اللي انا منهم. ومن بعد قلت لها جو هكا، وراجلها ما لمهاش من كاع واش دارت جو نسى كاع الباسي تاعها، هي لابسه شابه تاع حدا رجال. جو ماشي لازم جو كي تعرف طفله ماشي لازم تعرف الباسي تاعها، باش كل جميع انسان يغلط جميع انسان تغلط، انت غلط هي تانيك تغلط. شوفي اذا ما كانش عندها الحكم، شوفي اذا ما كانش عندها انسان يحكم عليها. دوك انت انسان، دوك انت انسان كي تعرف وحده وتحبها وتحبك بدا تعرف باسي تاعها شويه بيزار عبالكم بيصراو بزاف لي زاكسيون، تولي دلها ولا تولي اسمها انت جاي قلتها باسي. ما تقعدش انتيا عندك باسي انتيا لا لا، هذه صصغه هي ما توصل معها حتى البلاصه. زولي كي بنصيحه جميع انسان تعرف طفله ما تحوش هاد الباسي تاعها، بك واش تقولها ولا غير انا هاد الهضره نقولها، نقولها بزاف البنات. شوف ما يهمش انا واش كنت، انا ما يهمش كيما كنت انا ما نعرفك، باسكو انا فصلت لا بيريود تاع الباسي تاعك انا ما كنتش نكزيستي. بصح دوك انا يهم دوك كي نكون نعرفك كي تغلطي مور ما نعرفك تماك تولي هضره نقدروا نتفاهموا ولا نقدروا نتفارقوا. شوف بصح اذا انت حتلومها على فايس انت ميم با ما كنتش تكزيستي فيهم، علاش علاش نورمالمون تلومهاش باسكو انت جاي ما كنتش تكزيستي. شوفوا واني حايب نعرف رايكم ومامنتوما في لي كومونتير جو مامنتوما في لي كومونتير جو قولوا لي رايكم، باسكو هاد الفيديو هاد اللايف راح نحطو في يوتيوب. اصبرتوا هذا نخرجوه باسكو يضحك بزاف راكم شايفين كيف سما. راني حايب رايكم اسك في هادو، بون خلينا نشوف الناس، خلينا نشوف هاد لي ستوار قاعدين. راني حايب نعرف رايكم من هاد الكوتي تاع اسمها تاع اسك لازم يعرف الباسي تاعها ولا ماشي لازم، ولا اسك يقدر يسامحها. وغلط كي قلت للبنات باسكو انا فالو جوني نحكي بزاف مع البنات جو كي يكون هكا طفله سبيسيال ولا جو كي يكون طفله يقولها البنات. والله انا غير ما قصد زعما نقول البنات مع البنات خاطري تخلط انايا انا الله يسهل حبه راجل هكا راهي تشوف والله ما على بالي ما ابونيتهاش انا ما نحبش نابوني الناس جو هادوما ماذا بيا جو بتكون بيناتنا كومونيكاسيون تاع كيما نقولوا بروفيسيونال ما تكونش بيناتنا قصه انا دوكا ماش نبعث لها كوكو صافا. شوف انا جات هي حكات لي دارت فيها كونفيز بعد قالت لي صافي بليزير دوك حكيت معاك صافي فريمون بليزير. شوف تي غراف ادورابل جي غراف ادوري لي استوار صافي بليزير بون ليكي صبروا تو نكمل لكم لي استوار. ابري قالت لي تخيل قالت لي نهار لي قالت لي شوف مالقري غلطت ومالقري فقدت العذريه تاعي مالقري جو كنت قالت لي بصح شت نهار الدخله تاعي قالت لي حسيت هاد الشيء لا بروميير فوا. قالت لي تاني موجو كان هو انسان اكسبسيونيل هكاك طوشي ربي عرف بلي هاد الطفله ماشي لافوت تاعها، ماشي لافوت تاعها العفايس اللي عاشتهم ولا ماشي لافوت تاعها جو العفايس اللي ما بعرفش كيفاش نفهمكم. ابري جو صراو لي بروبلام قالت لي شوف قالت لي والله ملي تزوجت معاه ودوكا في عمرها 25 سنه وزوجت معاه 21 قالت لي ملي تزوجت معاه وعندها طفله قالت لي ملي تزوجت معاه قالت لي ما صرا بيننا حتى بروبلام، صرا بروبلام واحد كيعرف بلي والديه ماشي راضيين على الزواج. قلت له بلا مراد ليا كذبت عليه. قالت لي زعف باليود قالت لي بصح كي زعف ما دانايا قالت لي جو غرفتو رحنا عند والديه بعدا جو بداو يبكيو باسكو عندهم باليود طويله على مرعام باش عرف بلي ماشي راضيين عليها باسكو جو ولا قالها مادام والديك ماهمش راضيين انا ما راضيين على هاد الزواج وكانوا راضيين وقالوا لك روحي برك دوكا خلاص تزوجنا انا ما تقدر يروح عند والديك يا ترى ما ولاش تحب تروح عندهم كاع كرهتهم لهذاك لو بون. قالت له جو مازالني نسمع في ودانهم كي كانوا يقولوا لي المسيحيه هي دين الحق. شوف كانوا يقولوا هكا جو كانوا يهضروا توجور اون فرونسي بعدا توجور في هاد الكلمه يقولوا هلا بالعربيه على بها سميت لايف هكا جو سميت لايف هكا على حسابي واش ديموندات مني وانا نسمع
هاد لي بارتيكول لو كاب. المهم ابري قالت لي مور عام رحنا عند والديا ودخلنا لدارهم وقاعديك وانا كنت بالجوف وجوغ بزاف صوالح بصح ما جبدناش كاع على الدين جوغ ريحنا وطونك اون فامي ما جبدناش كاع على حاجه اسمها اسلام ولا حاجه اسمها مسيحيه. سما هذه هي الحكايه. ابري انا الحكايه بري مؤثرت فيها في اليوم سات لي في اليوم سات لي بزاف شوف قالت لي دوكا في عمري 25 سنه عايشه في دار نورمال عايشه في دار مع يماه وبابا بصح بابا جوغ ما نحكي ما ندخلكمش في لي ديتاي جوغ عايشه مع يماه عايشين بيان عندهم طفله وكاع وكلش غابلكم هاد الحكايه تحجبت ولا دير جلباب طفله شوفوا لي كيف بجلباب دايره فوتو البروفيل بجلباب بصح هلا والله خير تبان وجهها كيفاش كانت من قبل جوا تبان كون حتى جاوا رجال كل متفاهمين ويقفوا البنات بولي كيف انا حبيت نحكي لكم حكايه حبيت ندي رايكم كيما مداري اسك هاد الطفله ذنبها او ماشي ذنبها ما نتوما في لي كومونتير قولوا لي باش خلاص باش كون نحكي لكم الحكايه لي كيف كيما مداري جميع واحده ولا هنا في اللايف يكتب لي اسك ذنبها الطفله واش صرا لها ولا واش صرا لها وخلاص اي فازي ليكيب اي فازي كاع كتبوا لي مازالكم اسلام المسيحيه ويوم ما كاش من هاد الدين الله يهديك يا اخو انت خارجك من اللايف تاعي الله يهديك ماشي لازم واحد يسقسي على اللي فات ليكيب عاودوا هاد السوجي تاع تاع اسمها تاع الباسي ليكيب انا بور مو جو ما يهمش نعاودها لكم ما يهمش لو الباسي كيفاش يهم من نهار الاولاني اللي عرفت لهذاك الانسان ولا عرفت هذيك الانسان فيه باسكو الباسي هذيك في الباسي تاع الانسان انت ما كنتش ديكزيستي ولا انت ما كنتش ديكزيستي شوف هذيك الانسان حيغلط بزاف واش نقعدو نقولو انت غلط ولا نحسبه لاعب سا باسي خلاص حسبه من نهار اللي انت عرفتيه فيه شوف من نهار اللي هو عرفك فيه انت ما تبدا تحاسبو انه ماشي ذنبها بولي كيب على حسب كاوش راكم تكتبوا باش يدنبها والله غير بيها يدخل الجنة آمين يا رب العالمين. وليكيب هذه هي هذا هو اللايف تاع اليوم واللايف تاع الخميس الجاية بإذن الله حيكون تحدي ندير تحدي تاع اللغات أنا واحد كردي تعرفوا حمو حندير معه التحدي إن شاء الله ما يهمش الباسي وسكي باسي بوليكيب كيما العادة اكتبوا لي غير في الكومنتير رايكم اكتبوا لي غير في الكومنتير